بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة أولى إعدادي. نستأنف مع غاكونتا دي في ديفير، أن تحكي أحداثا من النوع الذي ذكرنا. طبعا سنحكي خبرا غير مألوف، إذن غاكونتا دي في ديفير، إذن نتكلم عن حكاية خبر غير مألوف. ما يطلب هنا بروبوز دي تيتر انسوليت ايتونو اتي كاماراد. بروبوز دي تيتر انسوليت ايتونو اتي كاماراد. بروبوز هذا الربا بروبوزي يعني اقترح. بروبوز دي تيتر يعني اقترح عناوين. انسوليت يعني شاده غير مالوفه. بروبوز دي تيتر انسوليت ايتونو اتي كاماراد يعني اقترح عناوين شاده يعني غير مالوفه. ايتونو ايتونو ومفاجئه. اتي كاماراد لأصدقائك، إذن اقترح عناوين شادة ومفاجئة لأصدقائك، المقصود على أصدقائك. إذن اقترح عناوين شادة ومفاجئة على أصدقائك، كأن تقترح مثلا الطفل المعلق. إذن عندما تقترح عناوين بهذا الشكل دوموند لور ديماجيني دي سيتياسيون ادابتي ا تي بروبوزيسيون. عندما تقترح عناوين من هذا النوع دوموند لور اطلب منهم ديماجيني، اطلب منهم ان يتصوروا دي سيتياسيون، ان يتصوروا وضعيات ادابتي يعني موافقه. ادابتي يعني موافقه ا تي بروبوزيسيون موافقه لاقتراحاتك، موافقه لاقتراحاتك من العناوين التي ذكرنا. اذا طبعا انت ستقترح عناوين مفاجئة مثيرة أنها شادة غير مألوفة، ثم تطلب من أصدقائك أن يؤلفوا قصة موافقة لهذا العنوان. طبعا في إطار استجابة لهذا الأمر on se demande c'est quoi le fait d'hiver. C'est quoi le fait d'hiver؟ إذن ماذا يعني le fait d'hiver؟ On peut dire le fait d'hiver est un fait réel relaté brièvement dans un journal. Le fait d'hiver est un fait réel يعني أنه حدث واقعي. Relaté يعني أنه يحكى. Relaté brièvement يعني أنه يحكى بسرعة وبشكل مختصر dans un journal يعني في جريدة. إذن هذا الذي نسميه le fait d'hiver. Le fait d'hiver est un fait réel relaté brièvement dans un journal. إذن هذا تعريف مختصر لمعنى le fait d'hiver. On se demande ensuite si le fait d'hiver de la page 12 et de la page 13 du manuel ont un titre. طبعا سنعود الى الصفحة 12 والصفحة 13 ونرى le fait d'hiver المتضمنة في هذه الصفحتين، ثم نتساءل هل عندهم عناوين. اذا هاد le fait d'hiver ont-ils des titres، هل عندهم عناوين؟ bien sûr on peut répondre les deux faits divers n'ont pas de titre. إذن هاد الحدثين أو هاد الخبرين المتنوعين ليس لهم عنوان. إذن les deux faits divers n'ont pas de titre. Ensuite, on se demande à quelle question répond toujours un fait divers. On se demande à quelle question répond toujours un fait divers. Ensuite, on se demande à quelle question répond toujours un fait divers. إذن نطرح سؤال عن أي أسئلة يجيب دائما le fait divers. On se demande à quelle question répond toujours un fait divers. إذن نتساءل عن أي أسئلة يجيب دائما un fait divers. إذن في الجواب نقول un fait divers répond toujours aux questions. إذن نقول un fait divers répond toujours aux questions qui, quoi, quand, où, pourquoi. إذن نتكلم عن qui, من الذي قام بهذا الأمر. quoi, ماذا الذي حدث. quand, متى, où, أين, pourquoi, ولماذا حدث هذا الذي حدث. enfin, on imagine un titre insolite étonnant aux deux faits divers précédents. aux deux faits divers précédents. إذن on imagine يعني أننا نتصور un titre insolite. نتصور عنوانا شادا مفاجئا étonnant aux deux faits divers précédents. إذن لي الحادثين المتنوعين السابقين اللذين ذكرنا بأن ليس لهما عنوان.
إذا ما هو العنوان الذي يمكن أن نطرحه لهاد الخبرين المتنوعين أو لهاد الحادثين المتنوعين؟ طبعا يمكننا أن نطرح عدة عناوين، مثلا فيما يخص الطفل الصغير الذي يسمى كيفاه، ممكن أن نعطي عنوانا لهذا النص فنقول مثلا أن يعود سينكون، كما نقول بطل من خمس سنوات. إذا عندما نقول أن يعود سينكون، إذا طبعا العنوان جذاب. طبعا بطل من خمس سنوات شيء مستحيل الحدوث، أو نقول مثلا شابو باكيفا، طبعا شابو با المقصود بها نزع القبعة لكيفا تحية له. إذا ممكن أننا نطرح مثل هاد العنوانين أنيرو دو سينكو، إذا نتكلم عن بطل من خمس سنوات، وبيان شابو با كيفا، قبعة في الأسفل المقصود نزع القبعة لكيفا. فيما يخص التجربة التي كان بطلها التلاميذ الإحدى عشر والأستاذ، والتي انتهت بحروق على وجوههم، إذا ممكن أننا نطرح عنوانا مفاجئا مثيرا شادا، فنقول مثلا une expérience brillante، كما نقول تجربة حارقة. عندما يسمع الشخص أو المتلقي هذا العنوان، طبعا هنا أغلب المتلقين سيحبون معرفة ما وراء هذا العنوان. طبعا ممكن أننا نطرح عنوانا آخر، مثلا de l'expérience de l'hôpital، من تجربة الكيمياء إلى تجربة المستشفى. إذا ممكن أننا نطرح عناوين من هذا النوع لاستقطاب القراء. toujours dans le même sujet on peut poser la question suivante. إذن دائما في نفس الموضوع يمكن أن نطرح السؤال التالي: qu'est-ce qu'il ne faut jamais oublier quand on imagine un fait divers? Qu'est-ce qu'il ne faut jamais oublier quand on imagine un fait divers? ماذا علينا ألا ننسى عندما نتفكر في حادث مختلف؟ إذن ماذا علينا ألا ننسى؟ ماذا يتوجب علينا ألا ننسى عندما نفكر، عندما نتصور حادثا مختلفا؟ طبعا الأخبار المختلفة أو الحادث المختلف طبعا هو حادث واقعي، فقط تجاوزا هنا نحن نتصور أمثلة لذلك. إذن qu'est-ce qu'il ne faut jamais oublier quand on imagine un fait divers؟ ماذا علينا ألا ننسى عندما نتصور حادثا مختلفا أو خبرا مختلفا؟ إذن quand on imagine un fait divers، عندما نتصور حادثا مختلفا، il ne faut jamais oublier que l'histoire، يجب علينا ألا ننسى بأن القصة aurait pu avoir lieu، يمكن أن تحدث. il ne faut jamais oublier que l'histoire aurait pu avoir lieu، il ne faut jamais oublier que l'histoire aurait pu avoir lieu dans la vie réelle، إذن يمكن أن تحدث القصة. طبعا عندنا هنا يجب ألا ننسى بأن القصة يمكن أن يكون لها مكان، المقصود يمكن أن تحدث dans la vie، في الحياة غير الحقيقية. أكال دو غيبوندر أو كيستيون، وبأنها تجيب عن، تنتكلم على الخبر المختلف، يمكن أن يعبر عن حدث واقعي في الحياة. أكال دو غيبوندر أو كيستيون، أكال دو غيبوندر أو كيستيون، أكال دو عندنا لو فيرب دو فوار، ويجب غيبوندر، أكال دو غيبوندر أو كيستيون، ويجب أن يجيب عن الأسئلة، ويجب أن يجيب عن الأسئلة التي ذكرنا: كي، كوا، كون، أو، بوركوا. إذن هذا الخبر يعكس حدثا واقعيا في الحياة، ثم يجيب عن كي، من المقصود بعد الحدث، كوا أو ماذا حدث، كوا يعني ماذا، المقصود ماذا حدث أو ماذا هناك، كون متى حدث الأمر مثلا، أو أين، المقصود بأي أرض، بأي مدينة، بأي قرية، بأي بلد مثلا. بوركوا، لماذا؟ نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.